مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايا قصر مدحتوية جمهورية الصومالي لان كقابلي بدي علماء الدين تي كقب قشي شروينه الدين جها اي كقب صومي عاصمة دلك جمهورية الصومالي لان اي هرقيسا وحنا مدحونها جمهورية الصومالي لان وكل كيسا علماء الله يشو دارنا ليرقلينتا اي وليبا لدر دارنكا علماء حنبارسن الى لنتا هرمارنتا يقوينتا دينتا اسلامكا وحنا مدحونها جمهورية الصومالي لان كلن كان كوه هليني مدحونا كحينك جمهورية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي قدوميها قولها وكيل هذا عبد الرساق خليف أحمد حمنا كم يدق قولها وسير هذا قدومي كحينك الله بعد حسب قتلاد الصومالي لان هي كلمية أحمد عبد الدارة يبدي علماء الدين تي كقب قشي كلن كي ديني جاها كقب صومي عاصمة دهر قيساء مدحونا جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أي علماء الدين تي إسلام كوجم هاد علية تدالد وحقوقك إبروشيد أي جارسيان هذه أدبرنا كم هذا غيناه waxaa koran culimadu ku barabtiray dadku waxa ay sataan awood aan cidna haysto aad baa idin dhageysta culimadu waxa ka rabaa soomaali ma ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labada arrin baa haya faqriga iyo khilaafka ee waanada wax ka badan qaadaan culimadu arkay idinku laba ka shaqeynaya anaa ku raa waa idin soo dhaweynaya waa gurigii indhi markaa doontaan shakhsiyan waa halkaas waa sidaa ay ku taadeen bay ka dhib tahay وأن وحي مسلم كأي صومالي لو هرني ولا جوانا شيء وأنا جواد ولا سنة ور ور رملة ولماذا إماتين كذا بركين وجوه رئيسي أدبان سك أدبان سك حصار مدحنا كمريد الصومالي لأن مدن موسى بيح عبد أي علماء أو دين تقعد صدي إن بلش هذا أفق صومالي كو هذا الشا وجود عيان نبض إيه برواقو أي كل ولادان هرت الصومالي لأن إيه الصومالي ما نبض جود عيان دولة هرمها طول طول نبض قدعي خير خير قدعي صومالي خلاف كهبطي وميلو البقاري مركز هذا علماء تين إلى هنا أنا نبرينه نقولون هذا دالة إن تذكر قدعي دور وين ناك قاتن سيد تذكره إن تذكر لبرون نبض وخلاف كله أما جوارك حيث تعمل ويايو إلى شيخ على السفاح هل كان مرايح دي لهذا خب قال وضري صدق هذا كل عشرات وشيخ مصطفى أنت الشيخ بشير ما كان هنا بالعراها وحنا خضر عدوا سعونا سه الشيخ مصطفى ولا يرتشوك هذول قلت تو كل بمية على رأي أمرك ده تهوت كم سنة إن وضع دعو يفعل بكم درسان لبا سومال الآن وحوجد عيسان لبوح يلا دعوة لا يقبل دعوة أنا بدو أو هذي كنت لا يشيو نبدا تيرك كوبات وعلماء علماء اللفتي وحوجد عيسان لوجد عيني خلافك وأنا ورانا لما الواحدي كانت شيء توه. مدن موسى بيح عبد مدحونها جمهورية الصومالي لان أي شرحي سيابها أمد مسلمين تاهي وقبي حكرا فخرجا يباهيد النلوش وذا كوك دائما. فخرجا الصومالي عموم كان يجي إيه صومالي ألو ضبهان تاهي عدة كسارة كرتا إيه مسؤول ده سارن تاهي وعلماء هدي سكدة علماء ما مشوا سكدة الصومالي لان مانت شيخ هادي انت نودي وا دستوري وا نفولين شغال كمرهين علماء نودي فضل الله لو تشوكتا قف ولا وا او اكر على انا ما مدحونا كبرو انسى كدي لا اوروريو او دد كان ضيع ان لو دريا وا لا تقول لا كان بخ كان ريباتو مركا تا لو حد كا قتن ما انت اسو دنتينه مغالا ول بس كي او فرنت اي ديغان ول بئه سكدي هلا اوروريو او سيدي اسلام شيخ لو قيبيو او أنا جوان كورج إن عدي هوش على هيد إسلام كهيد وزارة وعملك الأكتوكت تجمع والبنك على سومالي هذا وحصلها جوا والبا هي بتترك والبس كذا وكسر كتاب بقول كي بالليحدا فقر هي كور مدحونها كمريد السومالي لان وحمد شن كهالله وسير كدين تي وقفت السومالي الشيخ خليل عبد الله أحمد شيخ عبد الرشيد الشيخ على الصوفي شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون شيخ المس شيخ يحيى شيخ عبد الرحمن عبد الله ترنال جير شيخ محمود شيخ محمد حليك يا دكتور علي محمد صالح وحني مدحوناها جمهورية الصومال لانو قم هاد عليين سيدا ما موسكا له اي وقاب بلي يا سيدا علماء دي سفر كوتمي الصومالي لان لو قصو دوييي مدن مدحوين عديقو انتي نقالات شمي عطسدين المانتا مؤتمر دي لقا قمان تري يوروب كوب بلابين الصومالي لان جي سومالي متمنى نسوي يلاوني جودهن بهرجي سيء تارك
هذه تكل كسنة دول دجان كصومالي ده تدور كيمي ودقي سنة ومن حلق ميد ماله كان عصت له علوم أنا له نوضن كا نبتقلي دي سا إيو برنامج كسيان ودنا يصير فضو ضيدا ونوجو هرجالي الدولة دنا عراق الوكينين شعبنا عراق الوكينين سفضت أرنتي آد وفضت ووقب صامي إلى أين ما حنكر رجينا يا سبحانه وتعالى وحي خير كتشرين وإن وضا وافتشيه وحي شر كتشرنا إن إلهي سبحانه وتعالى إن قا إلاليه أنت ما شاء نفرني مؤتمرك وسعودي كل أنك دينيد وسعودي وحقوين يعني سلينا هاي وكحس لي والله لي وحوي ودعو ودنك وحنكو أرغني ونكو فرح سنة هاي ونو آدي آدي إلهي وقوم هذنينا نبت قليو وحن أوران كرا أنو إلى مجاملة إيقا هين ونعدنا أقول دوانين وعد قرادك وقسينا عندنا إيسين جرين ميلا إيكا جرتي أدون كينا يرتح نبت قليو ذا هالكان تعالى موسبيحي عبدي وحن وتهنيينا يا سيدا أي أقرب تاقيهين دينتا iy maxay ahay dabeen dhawd muusan dhageysanayay madaxweynaheega baan dhageysanayay oo leh in diinta islaamka ilaalinteedu dusha iga saaran tahay oo wixii yar oo ka dhaca oo maxay anigu ilaahay aakhiray qabsanaya aad iyo aad baan ugu farxay hadal diiran oo qiimihiisa leh marka mudan madaxweyne halkaaga ka wad waxaan dardaarmayaa madaxweyne diinta inaad xoojiso sida aad hadalladaaduna kamid tahay waa kugula dardaarmaynaa anaguna intaa kursiga aad fadhida iyo xilka aqligaaga maamulkaaga aqoontaada dadaalkaaga inaad isugu geyso iyo xukuumadda iyo xukunkaadayso diinta ilaahay horumarinteeda inta itaalkaaga waxaana itaalkaaga ilaahay ku weydiin maayo marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin hargeysa caasimada soomaaliland bifadlillaahi wa karami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo quraankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran abaal baan u haynaa jazaakumullaahu khayran wa baarakallaahu fiikum sida ay dawladdu noo soo dhaweysay xaqiiqatan abaalkaan waxa tan waan haya aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii albaabadii leenoo furay iyo khayrka halkan ka dhacay oo run ahaantii iyadoo markii ugu horeysay ay tahay Hargeysa aan imaado haddana runtii waxaan halka kala baxay in ay tahay meel runtii وقفكو آد وجعلاده إنه كسر الله الله بتن رنتي وجعلاده ملحونها كمريد الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي أي كتاب كقرآن ككريم كقدسية شيخ عبد الرشيد شيخ علي الصوفي أو وكيل كها علماء دي عاصمة هرجسة كقريب قشي كل الدينات كأثار السنة رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كمريد الصومالي لأن حرونت قصر جمد احتويده